بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد. بهذه المناسبة حتماً أبونا شوقي رايح يشكر نورسات لبث هذا القداس على مستوى كل أبرشية. بهذه المناسبة أريد أن أجذب انتباهكم، موجود معنا في نهاية الكنيسة 4-5 شباب جاءوا من إيطاليا، هم أعضاء لجمعية سيدة سيون أو سيدة صهيون. الهدف من هاي الجمعية طلب شفاعة مريم العذراء لأجل السلام أولاً بالأرض المقدسة ثم بالعالم. كنت بعرفهم على زمان الخدمة ونحن بالقدس من سنة 2006، هم بتحركوا من بلد لبلد كي ينشروا عبادة العذراء مريم شفيعتنا لأجل السلام. قلت لهم أهلا وسهلا فيكم، هون ما عندنا مشكلة، العذراء منا وفينا، يعني احنا بدناش واسطة من إيطاليا حتى نتعبد للعذراء ونصلي للعذراء. إن شاء الله يأتينا السلام رغم أنه لحد الآن بعيد عنا. قبل أن نقيم هذه الذبيحة المقدسة نحن أيضا نتذكر ضعفنا البشري، مشاكلنا، خطايانا، نطلب من الله الرحمة والغفران ونقول سوية: أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولك، لأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية والملائكة والقديسين وإليكم أيها الأخوة. رحمنا الله القدير، غفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية، آمين. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام، المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام، سبحوا الرب العلي. Hallelujah.
لنصلي. اللهم الذي تشد قلوب المؤمنين إلى إرادة واحدة، أنعم علينا بأن نحب وصاياك وننتظر بشوق ما وعدتنا إياه، فنتخطى تقلبات هذا الدهر ونصبو إلى حيث الأفراح الحقيقية بربنا يسوع المسيح ابنك الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الداهرين. قراءة من سفر أشعياء النبي. هكذا يقول الرب: إني عالم بأعمالهم وأفكارهم، قد حان أن أحشر جميع الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي، وأجعل بينهم آية، وأبعث ناجيين منهم إلى الأمم، إلى ترشيش وفولا ولود النازعين في القصي وتوبلا ويونا والجزائر البعيدة، الذين لم يسمعوا بسمعتي ولم يروا مجدي، فينادون بمجدي بين الأمم، ويأتون بجميع إخوتكم من جميع الأمم تقدمة للرب، على الخيل والعجلات والهوادج والبغال والهجان، إلى جبل قدس أورشليم، قال الرب. كما يأتي بنو إسرائيل إلى التقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب، ومنهم أيضاً أتخذوا كهنة ولاويين، قال الرب. كلام الرب. اذهبوا في الأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. اذهبوا في الأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا جميع الشعوب. اذهبوا في الأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. إن رأفته بنا قد عظمت، وصدق الرب يدوم إلى الأبد. اذهبوا في الأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. القراءة الثانية قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. أيها الإخوة، قد نسيتم تلك العظة التي تخاطبكم كما تخاطب بنيها فتقول: يا بني لا تحتقر تأديب الرب، ولا تضعف نفسك إذا وبخك، فإن الرب يؤدب من يحبه ويجلد كل ابن يرتضيه. فمن أجل التأديب تتألمون، وإن الله يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ إن كل تأديب لا يبدو في وقته باعثاً على الفرح بل على الغم، غير أنه يعود بعد ذلك على الذين يروضهم بثمر البر وبما فيه من سلام. فأقيموا أيديكم المسترخية وركبكم الملتوية، واجعلوا سبلاً قويمة لخطاكم، فلا ينحرف الأعرج بل يبرأ. كلام الرب.
فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان كان يسوع يمر بالمدن والقرى فيعلم فيها وهو سائر إلى أورشليم. فقال له رجل: يا رب، هل الذين يخلصون قليلون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، أقول لكم إن كثيراً من الناس سيحاولون الدخول فلا يستطيعون. وإذا قام رب البيت وأقفل الباب فوقفتم في خارجه وأخذتم تقرعون الباب وتقولون: يا رب افتح لنا، فيجيبكم: لا أعرف من أين أنتم. حينئذ تقولون: لقد أكلنا وشربنا أمامك، ولقد علمت في ساحاتنا. فيقول لكم: لا أعرف من أين أنتم، إليكم عني يا فاعلي السوء جميعاً، فهناك البكاء وصريف الأسنان. إذ ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وترون أنفسكم في خارجه مطرودين. وسوف يأتي الناس من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب، فيجلسون على المائدة في ملكوت الله. فهناك آخرون يصيرون أولين، وأولون يصيرون آخرين. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. مساء الخير للجميع. هناك بعض الأسئلة عادة السيد المسيح لا يجيب عليها بطريقة مباشرة، مثل سؤال اليوم: هل عدد الذين يخلصون قليل؟ وهذه كانت فكرة موجودة في العهد القديم، وخاصة أنهم كانوا يعتقدون أن الخلاص هو فقط محتكر على الشعب اليهودي، أو يسموه كان الشعب المختار، وليس فقط الشعب المختار بل الذين يقومون بحفظ كل وصايا التوراة. فقط هذا العدد القليل هو الذي يخلص. وبالتالي هذا الرجل يطرح هذا السؤال من هذا المنطلق: اللي بيخلصوا هم قليلون. يسوع ما بيجيب لأنه الجواب بالنسبة له غير مهم، لا، أنه يريد أن يوجه الاهتمام إلى أمر آخر، وهو: كيف نستطيع أن نخلص؟ والأمر الثاني: الخلاص هو للجميع،
وليس حكراً على بعض الأشخاص أو على الشعب المختار كما كانت العقلية. ولذلك يقول لهم: الخلاص هو للجميع، بس الخلاص مش مضمون. ولذلك يقول لهم: اجتهدوا لكي تدخلوا من الباب الضيق. إذن الكل مدعو للخلاص، ولكن الكل عليه أن يجتهد لكي يخلص، أن يدخل من الباب الضيق. ماذا يقصد السيد المسيح بهذا الباب الضيق؟ أولاً، في إنجيل يوحنا الفصل العاشر السيد المسيح هو الباب، عندما يقول: أنا هو باب الخراف، ومن خلالي يدخل الجميع إلى الحظيرة. ثانياً، الباب الضيق دائماً نشير إليه. تذكرون يسوع في جبل الزيتون، وخاصة في الجسمانية، عندما قال: يا رب تكن مشيئتك وليست مشيئتي. هذا هو أيضاً الباب الضيق الذي من خلاله عبر السيد المسيح إلى الملكوت. فإذن الباب الضيق هو أسلوب السيد المسيح في الحياة. فإذا أردنا أن نجتهد، نجتهد لكي نتبع أسلوب السيد المسيح في الحياة. وهذا هو الباب الضيق الذي يتكلم عنه السيد المسيح. بعطيكم بعض الأشكال أو الأمثلة عن الباب الضيق حتى نفهم أكثر. الباب الضيق يمكن يكون هذه الصعوبة اللي بتتعرض إلى كل يوم، باب ضيق من خلاله تدخل إلى ملكوت السماوات. الباب الضيق يمكن يكون وسيط المحبة الذي بيشدد عليها السيد المسيح. مش دائماً بنقدر نحب، مش دائماً بنقدر نسامح، كل مرات صعب علينا، يعني ضيق علينا إنه نحب أو نسامح. هو الباب الضيق. الباب الضيق بكل بساطة هو الاجتهاد اليومي اللي بيقوم فيه الإنسان المسيحي لكي يصل إلى ملكوت السماوات. فما نقعد نحلل شو الباب الضيق. حياتك اليومية اللي أنت بتعيشها كل يوم وبتجاهد عشانها وتحاول أن تكون مسيحي في كل لحظة من لحظات حياتك، أنت تعيش وتسلك هذا الباب الضيق. طب السؤال بالإنجيل: من الأشخاص اللي يسوع بخليهم خارج، ما بقدر يفوتوا ملكوت السماوات؟ بقول لهم: اذهبوا عني يا فاعلو السوء. ليش؟ بقولوا: لقد أكلنا وشربنا أمامك ولقد علمت في ساحاتنا. هدول اللي بيعيشوا في تجربة إنه الخلاص مضمون، أنا أكيد 100% طالع السماء، وبالتالي ما في داعي أجتهد، أنا عندي امتيازات خاصة، ما في داعي أجتهد. سابقاً، لأنك أنت من الشعب المختار، كانوا يعتقدوا أنه خلص أنا بخلص. ولكن أي إنسان بفكر بهذه الطريقة يعتقد أنه الخلاص له مضمون، هذا يترك خارجاً لأنه لم يجتهد لكي يدخل ملكوت السماوات. تقول: أنا كوني كاهن مضمون ملكوت السماوات. أكبر خطأ في الحياة بتفكر بهذه الطريقة. كاهن والعلماني والراهبة والجميع، الكل إذا لم يجتهد لا يدخل ملكوت السماوات. هذا جهد كل إنسان يقوم به، ومن يجتهد يخلص، ومن لا يجتهد يكون في رحمة الله تعالى. فإذن لا يوجد ضمان، بل عمل يومي، كل يوم كل يوم كل يوم أنا أجتهد وأعمل من أجل الملكوت. بالنهاية تنقلب كل الأمور. هناك آخرون اللي كانوا بالآخر واجتهدوا صاروا أول ناس، واللي كانوا يفكروا حالهم أول ناس بس ما اجتهدوا صفوا آخر ناس. هذه هي قمة العدالة.
كلنا على حد سواء مدعوين لكي نجتهد ولكي ندخل ملكوت السماوات. هذه عدالة إلهية ورحمة للجميع، ما في حدا بيمتاز عن الآخر إلا فقط بالجهد اليومي الذي يقوم به. نطلب من الله هذه النعمة، نعمة الجهاد اليومي لكي نعيش حياتنا المسيحية. آمين. نؤمن بإله واحد. الرب المحي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة وجامعة مقدسة رسول ونترجى نقدم طلباتنا لله، نصلي لأجل الكنيسة جمعة، لأجل المسؤولين القائمين على هذه الكنيسة، كما نصلي لأجل عائلاتنا، شبابنا وصبايانا. نسألك يا رب من أجل قداسة البابا وجمع الأساقفة والكهنة والراهبات كي تشملهم برعايتك الإلهية وفي قيادتهم يعظموا إيمان الشعب المسيحي فيعبروا من الباب الضيق إلى رحب الملكوت. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نسألك يا رب من أجل النفوس التائهة والبعيدة كي تجد في الكنيسة المقدسة الباب الآمن المؤدي إلى الإيمان الحقيقي فتعبر بلا وجل وتحظى بالخلاص الأبدي. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نسألك يا رب من أجل جميع المرضى والمتعبين كي تتحنن عليهم يا إلهنا القدير بلمسة شفاء للنفس والجسد. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نسألك يا رب من أجل كل العائلات المفككة كي تنزل محبتك في قلوب أفرادها ليحل الوفاق حيث الشقاق والتواضع حيث الكبرياء والتضحية والتعاون حيث الأنانية وبالحوار تستقيم حياتهم بالمسيح يسوع. إلى الرب نطلب. نسألك يا رب وبشفاعة أمنا مريم البتول العابرة الأولى من الباب الضيق أن نقتدي بمثالها في المحبة والصبر وفي الإيمان والرجاء صعوداً نحو الملكوت السماوي. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. اللهم استجب طلباتنا هذه، أعطنا شجاعة الإيمان أن ندخل من الباب الضيق باب العطاء والتضحية والأمانة بشفاعة أمنا مريم العذراء. آمين. صفحة 260 260 مطلوب رضاك من أعمالنا.
صلوا أيها الإخوة لله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. اللهم اقتنيت لك بذبيحة المسيح هذه الواحدة جمهوراً لا عد له من الأبناء، أعطنا أن نحيا في حضن الكنيسة المقدسة نحن نتمتع بهبة الوحدة والسلام بالمسيح ربنا. الرب معكم، نرفع قلوبنا إلى العلا، نشكر الرب إلهنا، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الآب القدوس بابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا. هو الكلمة الذي خلقت به كل شيء، هو المخلص الفادي الذي أرسلته إلينا متجسداً بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء مولودة، هو الذي جاء ليتم مشيئتك ويقتني لك شعباً مقدساً، بسط يديه على الصليب، وطئ الموت والشرى بالقيامة. لذلك مع الملائكة وجميع القديسين نشيد بمجدك بصوت واحد قائلين: حقاً إنك لا قدوس أيها الآب بصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذا متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار. هو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان.
لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها. أنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروح القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ورسولك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عوناً في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا وأسقفينا بيير باتيستا وويليام وسائر الإكليروس وراهباتنا والشعب الذي اقتنيته. استجب متحنناً لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. اذكر يا رب لوريس سعد، حنا جوري، قسطة بوشي، توفيق أبو جابر، وبشارة طعامنة، الذين دعوتهم من هذا العالم إليك، وهب لمن كانوا شبيهين بابنك في موته أن يكونوا به شبيهين في قيامته أيضاً. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد، بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. لنرنم سوية الصلاة الربانية التي أعطانا إياها سيد المسيح، والتي بها أصبحنا كلنا إخوة وأخوات لأب واحد. لنرنم أبانا نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف يا رب، امنح السلام في أيامنا وفي ديارنا، اعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة
لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا وضعفنا، بل انظر إلى إيمان كنيستك، تنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دار الدائرين. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائماً. بمحبة المسيح تبادلوا السلام. يا رب السلام، أمطر علينا سلام. يا رب السلام، امنح قلوبنا سلام. يا رب السلام، وذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم، طوبى المدعوين إلى وليمة الرب. حفظنا جسد المسيح للحياة الأبدية، آمين. ترتيلي على صفحة 428 428 سلمت نفسي في
الخير في يسوع. إن باسمكم نشكر قناة نورسات، نشكر الشباب الحاضرين هون واللي قاموا بهذا النقل، نشكر القائمين على هذه القناة، وفعلا نشكرهم على كل التبشير الذين يقومون به من خلال وسائل الاتصال ويصلون به إلى جميع أنحاء العالم. نصلي إليهم ونصلي من أجلهم لكي يتمموا دائماً هذه الرسالة.
لنصلي. أفض علينا يا رب ملء مراحمك الشافية، ارأف بنا، شدد عزائمنا كي نرضيك في كل عمل من أعمالنا بالمسيح ربنا. الرب معكم. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بارككم الله القادر على كل شيء، الأب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح.